هل هناك عناصر من الحشد الشعبي يدعم القوات الأمنية؟ نعم. لربما هذا الدعم هو خارج المنطقة الخضراء، المنطقة الخضراء مرهون حمايتها باللواء 56 عن طريق البوابات الرئيسية. نعم، حسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة أن يكون الحشد الشعبي حاضرا كفاصل بين القوات الأمنية والمتظاهرين، هل تواجد الحشد الشعبي عند العناصر من الحشد عند مبنى البرلمان؟ نعم، أتحدث أحسنت. لا لا لا، مبنى البرلمان لا يوجد فيه أي عنصر من عناصر الحشد الشعبي، فقط كما ذكرت حتى الجيش العراقي تواجدهم على شكل أفراد داخل التظاهرة لتأمين حياة المتظاهرين، حتى وردتني أخبار من مصادر أن أفراد من الاستخبارات العراقية من المخابرات العراقية داخل هذه التظاهرة بزي المدني حتى لا يعرفوا لتأمين حياة المتظاهرين، لكن أفراد الحشد الشعبي لربما هم في الأسوار الخارجية للتظاهرة وفي الأسوار المحيطة بالمنطقة الخضراء. أصبحت الصورة أوضح من خلالك إذن محمد، مراسل التغيير محمد فراس من باحة مجلس النواب، كنت معنا محمد، شكرا جزيلا لك.